بدي البيت ولا بدي أي شيء تاني. أنا بس بدي لاقي للشاري. إيه سيد كورونا؟ ما هيك أنا قدام البيت. تعالي بسرعة لهون، الموضوع كتير ضروري. يمكن في شي خبر عن شوريا. مهك لوين رايحة؟ مرت عمي شوريا. بكفي، حملتك كتير. شوريا ما عاد موجود أبداً، وكمان أنت ما رح تلاقي. مرت عمي اسمعيني، ما عاد عندي وقت هلا، ما فيني اشرح لك شي، لو سمحتي تركيني، لو سمحتي. لا، ما رح تروحي لمكان. أنا بترجاكي. أنت لازم تسمعي الحقيقة وتتقبليها بقى. مرت عمي خلاص. لا مهك بكفي، أنت ما لازم تضلي هيك. بنتي بتعرفي شو عم يحكوا العالم؟ بتعرفي؟ ما بيهمني شو عم يحكوا العالم. اللي بيهمني ومتأكدة منه إنه شوريا لساته عايش. نحنا خططنا لهذا الشيء. شوريا مانو ميت، بس هلأ هو واقع بورطة كبيرة. شو عم تحكي؟ ما عم تفهميني أنتي. حاجتك بقى تحكي حكي فاضي. أنتي لازم تفهمي، صرتي أرملة مفهوم، وما عاد فيكي تلبسي هذا اللبس أبدا. ما عاد في عندي طريقة تانية لأشرح لك الموضوع، بس من اليوم ورايح أنتي رح تلبسي لبس الأرامل. هذا شيء نهائي. انت ما عندك فكرة شو عم تساوي. صدقيني شوريا لساته عايش. انا لازم روح مرت عمي، لازم روح لحظة شوريا. هلا لو سمحتوا شو عم تعملوا انتوا؟ يلا اتركوها اتركوها، كانت اهدي اهدي لشو. ليكي مرت عمي، لو سمحتي حاولي تفهميني، شوريا لساته عايش وما صار له شيء ابدا. بترجاكي لو سمحتي، شوريا لساته عايش. ما هيك عم تحكي صح؟ ليك ما أحلى هالجو. شوريا شوريا منيح اجينا. عن جد كثير حلو بالوقت المناسب. شكله هذا المطعم بيقدم عروض كثير حلوه وظريفه. تعال هون روح جيب لنا عصير فورا. يلا عشان ما نطلع نحن ثلاثه ونرقص على المسرح. ها يلا. شوريا شوريا
السيارة. ايه قوم روح يلا جيبه بسرعة، إذا المدام بتدق لنا وما منرد عليها رح نوقع بمشكلة كبيرة، روح جيبه بسرعة. ايه عن جد انبسطت كثير. شوريا يلا قوم، نحن لازم نروح من هون بترجلك. قوم شوريا يلا، شوريا طلع فيني، هي أنا شوريا، قوم شوريا. شو ساوي شو ساوي هلا؟ شوريا يلا قوم، قوم شوريا يلا قوم، أنا كيف بدي طالع من هون؟ يلا شوريا شوريا. ليش هيك باب السيارة مفتوح؟ مين هون؟ يلا اطلع. إذا مسكت رح ينتهي كل شيء. يا سيدي كان هون ثلاث أشخاص، أنا كنت إجي لهون وكنت جيب لهم معي شاي وأكل. هدول الرجال خطفوا واحدة من عائلتنا وزوجها كمان، يلا خبرنا كل شيء، بترجاك لا تخبي عنا. يا مدام خبرتك كل شيء وما خبيت عنك أبدا. نحن لازم نضل عم نراقب الطريق وخاصة اللي بيطلع برات المدينة، يا ريت بقدر لاقي دليل يوصلنا لإلهم. دقيقة يا أستاذ، أنت ما بعتهم الشاي وأنت مغمض عيونك؟ على الأكيد أنك شفت شيء. لا يا سيدي أنا متأكد أنه شاف شيء. طيب حاول أنه تتذكر. لو سمحت تقلنا شو شفت، حاول تتذكر يعني. ممكن لحظة سيدي؟ هدول جزء من العصابة. هالزلمة تعبنا، كل مرة بيصحصح وبده يهرب. رح أعطيك كمية تانية ليضل نايم شي يومين. أنت دور عليهم وأنا رح طالع المذكرة. بعت هدول الصور للمخبريين والشرطة. شو رح يصير هلأ؟ أكيد هن لقوا دليل مهم ومشان هيك هلأ حتى بلشوا يتحرك. أنت اللي غيرت الطريق، لازم نعرف شو الدليل اللي هن لقوا. لا تحط الحق علي كمان. كان لازم تروحي على الحمام قبل ما تطلعي من البيت، خليتيني وقف مرتين ومشان هيك أنا تأخرت. لك سكوت. سوامي اسمع منيح، أمر البقاء وعدم إخلاء أملاك شوريا هلأ وهذا الشيء عم بيمشي لصالحنا 100% بالوقت الراهن. بس كتير منيح سوامي، هالشي رح يفيدنا. بقصد إنه هلأ أنت في معك شوية صور للمدام كنا. ممتاز، ابعت لي إياهم. تعبنا. في أخبار كتير منيح. جبت صور للسيدة كنا. أنا رح أحمله وحطه وراه هلأ وإلا هذا الزلمة أول ما يفيق رح يقاومنا ويهرب.
كأني سمعت صوت هون. مين هون؟ هدول هلأ رح يفقدوا وعيهم بعد شوي، استني وشوفي بعينك شو حيصير. بعدين روحي خدي مفاتيح السيارة. امشي معي. أهلي. وهي أنا أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. يلا بقى بدنا نشوف شو بدنا نهني. ماشي. أهلا وسهلا. لا تنسي الموضوع اللي حكينا فيه. الجو حلو اليوم. ماشي. رح تنسي رح. اصبري بكل شيء بيصير مثل ما بدك. يلا شغلوا لي هالموسيقى. يلا بلشوا الحفله. بلشوا. يلا. يلا يلا يا سلام. ايوه يلا ايوه يلا يلا يا سلام. يلا يا شباب. ألو سيدي، أنا عم بحكي معك هلأ لأنه الأشخاص اللي بعتلي صورهم هن موجودين هون هلأ. لو سمحت أسرع شوي، لازم نوصل قبل ما يفوت الأوان. يلا سيد شارما لا تخاف، نحن رح نوصل لهنيك ورح ننقذهم كمان. أجيسو أسرع من هيك، إذا لحقناهم رح نقدر نلاقي هالمحتال وشوريا ومهيك كمان ورح ننقذ أملاكنا. يلا استعجل. ايوه حلوة القعدة هون. يا سلام. ايوه مبسوطين كثير هون. خلونا نجي كل مرة نسهر. ماشي شباب. كثير حلوة السهرة. كمان. يلا لازم نرقص كتير. يلا يا شباب. يلا يا شباب. يا عين يا سلام. يلا حبيت السهرة. يلا يا شباب. إنه زمان ما انبسطنا هيك. يلا يا شباب. لازم دايما نجي لهون. يلا يا سلام. يلا يا سلام. حلوة القعدة هون. شوريا
أترجاكم. شوف شوف أنا هون. شوريا شوريا يلا قوم، بترجاك بترجاك قوم، نحن لازم نروح بسرعة. يلا شوريا بترجاك قوم، يلا شوريا. شو هالفوضى يلي عملتوها؟ حتى البنات هربوا منكم من خوفهم لأنكم سخيفين. يلا خلونا نمشي، هاد مفتاح السيارة، حاش تتصرف في هالطريقة. ويلا أعطيني المفتاح. معقول يكون في حدا سرقك؟ امشي خلينا نروح، أسرع بسرعة. شوريا يلا، شوريا بترجاك قوم، يلا خلصني. شوريا بترجاك بترجاك قوم، بأوفيق يلا قوم. شو ساوي؟ اسمع دور هنيك، روح وانت روح لهنيك بسرعة. يلا ماشي. شوريا شو سوي؟ شوريا بترجاك، شوريا شوريا ميت. ايه حبيبي حبيبي يلا قوم، نحن لازم نروح، لازم نروح من هون بسرعة. ايه حاول جهدك، يلا قوم يلا امشي. يلا شوي شوي اقعد. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.